لو الحكاية فيها إن فيجو بعد الحادثة الأخيرة اللي حصلت في رشيد اللي راح ضحيتها حوالي 150 مهاجم تمام. طبعا مجلس الوزراء تمام اقترح قانون للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية. بناء على هذا القانون تم عرضه على مجلس النواب ومناقشته وتم التصويت عليه النهاردة وأقروه. فكنت عايز أخد رأي حضرتك في القانون ده تمام وإيه تعليقك عليه؟ هو عموما القانون لسه ما اتنشرش عشان نعرف البنود بتاعته ايه، انما كمبدا ان هو الدوله تعمل او تقنن قانون عشان تخف من الهجره الشرعيه غير الشرعيه ده كويس جدا. اما تفاصيل القانون فلسه لما الرئيس بقى يمسك البقائع الرسميه والناس تطلع عليه، بس اكيد هتكون بنود كويسه. انما انا بطلب من الحكومه حاجه معينه، او الحكومه واحنا كمان كشعب وكشباب، لان العمليه الموضوع عمليه موضوع مشترك. ان انا لو ما بتوفر فرصه العمل للشاب موجود هنا انا اقدر اوفر له فرصه العمل تمام دلوقتي، انما مش هيسافر. لان الراجل اللي بيروح يسافر ده مش بيسافر ببلاش، ده راجل بيدفع له 40 50 الف جنيه لتجار، تجار بشر، تجار ما عندهمش دين، تجار ما يعرفوش ربنا، عشان يضحوا بزهرة الشباب، الناس اللي عنده ارض بيبيعها واللي عنده حاجه بيبيعها على اساس ان هو يكمل المبلغ ده على امل ان هو لما يروح هناك ايطاليا او اي دوله يقدر يوفر الفلوس اللي جابها او اللي صرفها ثلاث اربع مرات تمام. 50,000 ولا 40,000 اللي هو اللي دفعها لو استغلها هو هنا يشتغل في اي مشروع صغير ممكن جدا ان هو يرجع بعائد افضل من اللي صرف، لان الحكومه تعمل مشروع زي كده تمام كويس بنوده كويسه. اولا هيفيدهم ان هم مش هيموتوا، بس هم لما بيجوا يسافروا بيموت بيوجع طبعا قلب اهلهم كامل. طيب في الحالة دي هل القانون ده هيحد من الظاهرة دي ولا لا؟ ماما لو معلش برضه ما لو لقوا شغل في بلدهم مش هيسافروا. تمام، يعني انت بتطالب الحكومة ان الناس دي لا يوقفوا الموضوع ده بس يدوهم شغل. تمام تمام، وفق لهم شغل في كل وفي شغل كل حاجة، بس هم بيكسروا هم يدوروا. يعني احنا ما بنحمش على الناس التانية، نحمي برضه لو انت قدامك روح اشتغل وهمي هتلاقي نفسك، فده ما انت بتدور على بره اخدم هنا انت هتلاقي شغلك هنا. يعني انت برأي حضرتك ان دول يعني بيتغربوا اكيد والدهم او والدتهم بيتغربوا اهلهم طبعا بتزعل عليهم طبعا وما بيلحقوش يروحوا يا بيقعوا في الميه بيموتوا بيعملوا ايه؟ داروا نفسهم وداروا اهلهم وداروا بلدهم بره. يعني القانون هيحد ولا هيفضل اللي عايز يسافر؟ هينفحهم مش هيضرهم، بالعكس هينفحهم وهم ما يعملوش الغلط. مصر دي لازم تتجاهل وتقبض عليها ما يسيبوش كده لانه بياخدوا الوفات والناس بتروح تموت. بس ده كل اللي طب تقول ايه الحكومه انها تعمله بجانب القانون ولا القانون هيبقى انها تعدل هنا بقى وتشغل الناس اللي كان في فرص عمل في بتاع عايزه الناس تطلع تسافر رسمي تسافر رسمي احسن ما تهرب وتضيع نفسها وبتضيع الدنيا كلها وبتضيع اهاليها كمان وراها. الشباب هيفضل يهاجر برضه هيفضل يحاول يهاجر عشان احنا ما عندناش اي فرص عمل، عندنا بطاله كتيره جدا في البلد. بدل القانون ده كان المفروض الحكومه تعمل حاجات اهم زي مثلا انشاء مشاريع جديده، توفير فرص عمل للشباب، مساندتهم في المشاريع الصغيره والمتوسطه، يحاولوا مثلا يوفروا لهم دعم مثلا مادي لو يقدروا عشان يمنعوهم ان هم يسافروا ويعملوا هجره غير شرعيه ويغرقوا في المايه زي كل ما بيحصل دايما. فبالتالي القانون ده مش هيأثر، بالعكس هيزيد الطين بله زي ما بيقولوا. تشديد اصلا على المافيا والسماسره ان هم اصلا بيتيحوا الفرصه للناس تعمل الهجره الشرعيه، لان لو اتمنعت الهجره الشرعيه اللي بيدفعوا السماسره هو كفيل لمصر ان هو يعمل مشروع في بلده ويخدم بلده فيه. فاحنا عايزين تشديد عقوبات والدور على المافيا والسماسره. يعني القانون هيعمل حاجه؟ لازم يعمل حاجه. طب الحكومة تعمل حاجة بجانب القانون ولا؟ لازم الحكومة تاخد إجراءات مشددة والرقابة من الجيش على الحدود.
هيبقى ملوش اي لازمه. اشمعنى كده ملوش لازمه اساسا؟ المفروض اللي احنا بنتكلم كبلد هنا، كبلدنا احنا هنا، احنا البلد دي اساسا لو مظبوطه وده بالك والناس لاقي راحتها فيها وده بالك، ما حدش كان عمل الهجره والحاجات دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا كناس موظفين حكومه المفروض المواعيد الحكومه اساسا من 8 للساعه 3، احنا لحد دلوقتي موجودين اهو، بس انت قدام هيئه حكوميه وده بال حضرتك، احنا لسه موجودين لحد وقتنا هذا وبنروح الساعه 9 بالليل، عشان الناس كلها بتقول ايه الموظفين بيتدلعوا وبيلعبوا وبتاع، لا احنا مش عارفين المرار. انا بكلمك جد، ولحد دلوقتي وحقوقنا مش واخدينها. يعني من ساعه موضوع الثوره ده كان قانون 47 كنا بنزيد 10% الحكومه عامه كلها واخد بالك، فدلوقتي مفيش اي جنيه بيجي، بل انهم بيخصموا مننا كل شويه، يقول لك ضرايب وشريحه ومش عارف ايه. احنا متنا خالص، احنا كموظفين بالنسبه لنا متنا خالص. طب المفروض الحكومه تعمل ايه؟ تخلي البرلمان القانون ده بس، ولا تعمل حاجه ثانيه؟ توفر فرص عمل مثلا؟ ايوه توفر فرص عمل، وتوفر الناس اللي بره دي اللي مش لاقيين شغل ومش لاقيين ياكلوا من الاخر واخد بالك. شوف البلد كانت شغاله زمان، ايه اللي وقف البلد؟ احنا مش عارفين. الناس الكبيرة وبيجي كل شوية يقول لك اتبرع لمصر واعمل لمصر وبتاع، الناس الكبيرة دي أساسا ما بتدفعش ليه؟ بكلمك جد والله. يعني احنا بنطلع نشتغل يقول لك عشان مصر وما يدوناش حاجة، والكبار دول مش عشان مصر ليه؟ ما بيجربهم مليانة الكبار كلهم، ودي حقيقة صح ولا لا؟ طيب بس شكرا حضرتك.